يقول السائل: جدتي لم تكن تصلي وماتت، وأريد أن أحج عنها، فما الحكم مع العلم أني قد حججت حجة الإسلام؟ إذا كانت تاركة للصلاة متعمدة وماتت وهي تاركة للصلاة فليست مسلمة، ماتت على غير الإسلام فلا تحج عنها. نعم، إلا إن كانت تابت قبل موتها، إن كانت تابت إلى الله قبل موتها وأنت تعلم ذلك أو أخبرك أحد تثق به أنها تابت فحج عنها. نعم.